أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم. اليوم معكم المرشدة منال حسن، مرشدة من إدارة المجتمع والشباب قسم المجتمع والشباب، مرشدة للتربية الاجتماعية. رح نشتغل اليوم على فعالية اللي هي الصف كوحدة اجتماعية. أعزائي الطلاب، تواجدنا مع بعض في صف واحد بجبرنا إنه إحنا إيش نتنازل عن مبدأ اللي بيكون محك جنس معك مثل ظفرك، ونتمنى مبدأ محله اللي هو الاتحاد قوة ويد الله مع الجماعة. في الصف هو صورة مصغرة عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وعشان نطبق هاي المبدأ علينا انه احنا نعمل مفاوضات بين اعضاء المجموعة، اعضاء المجموعة اللي هن طلاب الصف اللي احنا موجودين مع بعض. وضع انظمة للعمل الجماعي، مهم جدا انه احنا نعرف كيف احنا بنشتغل مع بعض، مهم جدا انه احنا يكون لكل واحد طالب بالصف، طالب وطالبة دورهم، عشان انه احنا ايش مالنا نشتغل بشكل منظم بشكل محفز وبناء. عملية التعارف اللي هي عملية اولية واساسية عشان انه احنا نتطور ونعمل تكتل بين اعضاء الصف او طلاب الصف. التعارف يمكن يكون الطلاب انه بتجمعوا مع بعض، القيام بالعمل المتبادل، ويحاول كل فرد منهن انه يفهم جوهر الطالب الاخر. لكل طالب وطالبة دور مهم في تكتل الصف والمحافظة عليه كوحدة اجتماعية. مهم انه احنا نحافظ على بعض ونحافظ على تكتلنا مع بعض، انه احنا موجودين مع بعض كل الفترة بس ظروفنا اختلفت. اذا جينا احنا نتعرف على او نعرف مصطلح المجموعة، شو يعني مصطلح المجموعة؟ المجموعة هي عبارة عن شخصين او اكثر اللي هن على اتصال مع بعض لفترة زمنية ملموسة وبتصرفوا وفق لوظيفة أو غرض مشترك. زي ما إحنا طلاب الصف موجودين مع بعض، إحنا كل الوقت مع بعض وإلنا هدف واحد إنه إحنا نتعلم مع بعض ونستمر مع بعض. فإذا أجينا إحنا نطلع على المجموعات الاجتماعية، هي مجموعات شمالها منظمة من الأفراد اللي بيستمروا لبعض مع بعض لفترة معينة. المجموعة الاجتماعية أو دائرة الاجتماعية هي مجموعة تتكون من شخصين أو أكثر بتفاعلوا مع بعض وبيشتركوا في خصائص متشابهة، بيكتسبوا شعور جماعي بالانتماء. زي ما احنا طلاب الصف متواجدين مع بعض ونتعامل مع بعض ونشتغل مع بعض. تبدي المجموعات الاجتماعية نمطهم التماسك الاجتماعي، يعني احنا بالصف نعتبر حالنا كتلة اجتماعية اكثر من انه احنا مجرد مجموعة هيك تعرفنا والتقينا، زي مثلا مجموعة ناس اللي كانوا بمحطة الباص او بطابور معين بدكانة أو بأي شيء. فهدولا هن صح لهدف قصير تواجدوا مع بعض، بس هدولا مش مجموعة اللي هي كيف إحنا بنعتبر مجموعتنا اللي هي التكتل اللي موجود بيناتنا. تعالوا نتابع مع بعض ونشوف الفعالية اللي قدامنا شو بتقولنا. فكرتوا مرة ليش تصير بالوز لما بيطير بكونوا مهاجين على شكل الحرف V؟ طلع هون هاي الصورة كيف بدنا انه هن بالفعل على شكل حرف V. هاي دروس من الأواز، هي من أشهر المقالات للدروس التحفيزية المنتشرة في العالم، اللي كتبها أستاذ العلوم روبرت ماكينيتش عشان كان بده يلقيها في محاضرة له أو موعظة بالكنيسة من سنة 1972، وبعدنا لحد اليوم انه احنا بنتعلم منها. بس هو ما بنهاش هيك بس مجرد انه قال لك هالفكرة، انه شو كيف عمل مراقبة لفترات طويلة للطيور، كان مراقبهم فترة طويلة وشاف كيف هن بيطيروا وكيف بتعاملوا، عشان هيك عمل هاي الدرس للتحفيز. تعالوا نشوف شو الدروس اللي احنا ممكن نتعلمها من الأواز. الحقيقة بتقولنا لما طائر بصير يضرب بجناحاته شو بيعمل؟ بيعمل تيار هواء صاعد. التيار شو ماله؟ كل واحد وراه وقريب عنه بشعر فيه، عشان هيك بنطيق دعم اكثر. لما بطير السرب الاواز على شكل رقم 7 او حرف V بالانجليزي، شو بصير فعليا؟ انه كل السرب مع بعض بشعره بالضربات، كل واحد بشعر بالضربات اللي قدامه، عشان هيك بتقلل مقاومة الهواء لجناح الطير اللي وراه، عشان هيك بيعملوا كلياتهم قوة مع بعض وبتساعدوا مع بعض. هاي الامر انه بشكل V وبيعملوا بجناحاتهم، بصفقوا بجناحاتهم،
بتعطي قوة للتيار ضد التيار، بصيروا قادرين على الطيران لمسافة اللي هي أطول بمقدار 71% من إنه الطائر بيطير لحاله. يعني عمليا ببطل بدهن يعملوا قوة اللي هي هالقد مهمة، اللي هي هالقد تأخذ من حياتهن ومن شغلهن أو طاقتهن. عشان هيك كان مهم جدا إنه هن بيطيروا بهاي الطريقة عشان يساعدوا بعض. تعالوا نشوف شو الدروس اللي إحنا بنتعلمها. الدرس الأول بقولنا لما وزة بتطلع من تشكيل السرب، يعني بتبطل معاهن بالموضوع بتصير لحالها، بتبطل معاهن بالسرب بتصير لحالها، بتصير تشعر بمقاومة إيش مالها لضربات ومجهود كبير اللي لازم عشان تطير. عشان هيك شو بتعمل؟ دغري بترجع على داخل السرب، يعني بتقدرش إنها تستمر إنها تطير لحالها، بتصير تشعر إنه هاي القوة بدها إيش مالها قوة أكثر منها أو لازم تأخذ طاقة أكثر منها. عشان هيك إذا إحنا جينا نتعلم من هاي الشغل، يعني أي أوزة بتحاول إنها تطلع من السرب بترجع بسرعة لأنها بتصير تحس إنها هي بدها تعطي مجهود أكبر من اللازم. فكل الناس بيشتركوا مع هدف معين، بيشتغلوا مع بعض بتناغم ومساعدة عشان يحققوا الهدف. شو بيعمل عنا مجتمع بشري صغير؟ إنه بصيروا مجموعة مع بعض بتتكتلوا مع بعض، ساعتها ممكن إنه العمل يتم بإيش بسرعة أكبر وتحقيق نتائج أفضل من إنه كل واحد يشتغل لحاله. لما إحنا بيكون عنا اتحاد بالغاية والهدف وتناغم بالعمل إنه إحنا بنتساعد مع بعض بنشتغل مع بعض، بصير عنا الأمور أسهل، بصير واحد يقدم مساعدة للي حواليه، وبتصير كلياتها الغايات والأهداف اللي إحنا بدنا إياها أسرع وأسهل. تعالوا نتابع الدرس الثاني. الدرس الثاني لما بيتعب قائد السرب من الأواز زي القائد اللي هون، لما بيتعب شو بيعمل؟ بيرجع لورا شوي صغيرة، وإيش بيعمل؟ بيعطي القيادة للشخص اللي بعده، يعني الشخص اللي وراه بيجي هون محله بصير هو القائد، وهو بيرجع إيش ماله من ضمن أفراد السرب. يعني ولا مرة بأخذ الوظيفة هاي إنه أنا بس مسؤول. لما هو تعب خلاص، معنى شو إحنا بنتعلم من الأواز بهاشان؟ لما أنت بتتعب اترك موقعك للي هو اقدر منك واللي هو بيعرف اكثر منك. اذا واجهتك مشكله وانت بتعرفش حلها، اعطي غيرها اللي هو اجماله غادر انه يحلها. مش مشكله انه احنا نيجي نتبادل السلطات. تبادل السلطات انه اللي بفهم اكثر مني يكون قدامي او يكون هو اللي مسؤول عن الموضوع نفسه، لانه هاي امر ماله ايجابي وحيوي. الأواز شو فيه ظاهرة منيحة انه هو بفرقش بين ذكر وانثى في القيادة، يعني ممكن انه هون تكون ذكر او انثى اللي هو قائد السرب، لانه هون هن ماشيين على ايش؟ الاختيار للأقدر لبالنوع. واحنا مفروض هيك البني البشر انه احنا لما انا مش قادر انا اعمل شغلة بعطي للي بقدر اكثر مني، ولما انا مش عارف احل المشكلة بعطي للشخص اللي بفهم اكثر مني. تعالوا نشوف الدرس الثالث. الدرس الثالث بقولنا بتستمر طيور الأوز مع في نهاية السرب على إيش؟ إصدار أصوات، بصيروا يطلعوا أصوات. بالأول راقبوا اللي إيش هاي الأصوات بيعملوها، فالمراقبين شو قالوا؟ إنه الهدف منها اللي من ورا بضلوا يطلعوا أصوات عشان اللي من المقدمة من قدام شو مالهن يضلوا مستمرين ويضل عندهم قوة. فإنه هون القصد إنه إيش؟ ضمان بقاء الجميع في تشكيل السرب، إنه هن بتعاونوا مع بعض وبشجعوا بعض. فهي الدرس اللي احنا بنتعلمه منها التشجيع الايجابي شديد الاهميه. مهم جدا جدا انه احنا نشجع غيرنا، مهم مش مهم باي طريقه ولا باي صوره، المهم انه ايش نشوف حتى اللي ورانا او اللي اقل منا بدرجه يشجعونا. حتى ليش؟ عشان نقدر انه احنا نستمر لقدام. مهم انه اللي احنا بنقودهم بالمجموعه يعطونا تشجيعهم، واحنا كمان نعطيهم تشجيعنا، عشان ايش؟ هاي القدرات احنا بتكونها وبتعطينا انه نتحمل المصاعب ونستمر على زيادة السرعة. فعشان هيك شجع اللي حواليك عشان انه يشجعوك. الدرس الرابع، لما أوزة تمرض شو بتصيب فيها؟ وبتضطر انه ايش؟ بدها تطلع عن الفريق. فأوزتان ثنتين من الفريق او من السرب او التشكيل بيرافقوا هاي الأوزة المصابة وبينزلوا معاها على الارض عشان انه هي ترتاح. شو بيعملوا هن حواليها؟ بضلوا حواليها حتى تستعيد عافيتها ويردوا يطيروا مع بعض، او انها تموت او انه يصير فيها اشي. خلال الفترة اللي هي بتكون بحاجة انها تتعافى وتتريح من تعبها، الأوزتين اللي معاها بيكونوا ايش مالهن؟ هن
مستعدتان للهجوم على أي مصدر خطر، يعني هن بيدافعوا عنها بيضلوا معاها للوقت. لما بيرجعوا على الطيران بيطيروا بيعملوا سرب صغير حتى إنه مش مالهن يلحقوا بالسرب الأصلي اللي كانوا فيه، أو ساعتها مالهن بنضموا لسرب ثاني. إذا كان السرب الأصلي صار بعيد عنهن بنضموا فورا لسرب ثاني عشان يكونوا قسم من السرب. إحنا مهم جدا إنه كيف نتعلم منه إنه إحنا نساند بعضنا البعض، نحمي بعضنا، ندافع عن بعضنا، ونحافظ على الوحدة، العمل الجماعي. إحنا كطلاب الصف كلاتنا وحدة مع بعض، كلاتنا مع إخوة، كلاتنا تكوننا مع بعض، نقضي وقت كثير كثير مع بعض. فمهم جدا إنه نحافظ على كل نساند بعض ونساعد بعض. الطيران مع السرب لا خارج، مهم جدا إنه إحنا نكون مع السرب. الخروج عن السرب مش انه بعني انه ايش غضب على فكرة السرب، يعني انه مش عيب انه احنا ننضم لمجموعة ثانية او لسرب ثاني. المهم العمل الجماعي والسير نحو الهدف المطلوب والغاية المنشودة. مثل الأواز احنا بالصف نتشاطر معا، نعمل عمل مشترك وشعور من الانتماء، نتقدم اسرع واسهل منا لو كنا نعمل على انفراد دون تعاون. يعني كل عمل احنا بالصف بنعمله بنتعاون بنتشارك مع بعض بننجح وبنقدر انه احنا نقدمه بطريقه الافضل. الانسان مثل الاواز عايش من نفس الشيء، بتعلق النجاح طبعا بالعمل الجماعي، تبادل وتعاون بالادوار والمهام الصعبه وقياده الفريق اللي احنا بننتمي له. وهنا مهم جدا انه احنا نذكر الايه الكريمه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني مهم جدا حتى الله سبحانه وتعالى قالنا انه احنا مهم نكون بمجموعات ونتعاون ونتساعد مع بعض. تعالوا نتابع الفيلم ونحلق مع الأواز ونشوف كيف بنتعلم من الأواز. ما تنسوا انه تسجلوا ملاحظاتكم عشان تكون عندنا هاي المعلومات كلها موجودة. ألم تسأل نفسك عن طيب كيف شفنا الفيلم؟ هو لخص لنا كل الأشياء اللي ذكرناها إحنا من الأول. عشان هيك مهم جدا إنه أنتوا كمان تكونوا سجلتوا هاي الملاحظات عشان نستمر مع بعض. طيب تعالوا احنا نسجل هالملاحظات اللي قدامنا او الاسئلة اللي قدامنا. شو احنا نتعلم من قصة طيران الاواز او من الدروس اللي احنا شفناها كيف الاواز بيطير؟ سجلوا هاي الملاحظات عشان احنا مفروض انه نتابعها لقدام. خلينا ناخد الاسئلة كلها مع بعض ونبلش نحل مع بعض. السؤال الثاني: ايش بتتمنى انت وبتنقله لمربي صفك ولطلاب صفك من درس الأواز؟ إشي طريقة معينة إن أنت أخذتها، التشجيع أو إنه إحنا نستمر مع بعض؟ إذا في أي مشكلة عندي إن أنا أسأل غيري اللي بيعرفها أكثر مني. أي شغلة أنت بتتمناها وبتحب إنه إحنا بالفعل نشتغل فيها بالصف سجلها عشان إنه أنت تنقلها. والسؤال الثالث بقولنا: لو اتبعنا طريقة الأواز في التعامل، كيف يساهم ذلك على تكتل الصف وتوطيد العلاقات فيما بيننا؟ سجلوا الملاحظات هاي عشان احنا نتابع كمان شوي. طيب بعد ما احنا سجلنا ملاحظاتنا هاي، مهم جدا اللي بحب يرجع على الفيلم نفسه او على الطريقة نفسها موجودة بالمواقع، ممكن انه انتو تطلعوها وممكن انه انتو تكتسبوا مهارات جديدة كيف انه احنا ممكن نتعامل مع بعض ونحافظ على كياننا بالصف. احنا بدنا نطلع استراحة، خلال الاستراحة فكروا بكل الاشياء اللي احنا ممكن انه نتعلمها من طريقة
الأواز بالتعامل، كيف بتعاملوا مع بعض وكيف بيساهم هاي التعامل مع بعض عشان إنه إحنا نعمل العلاقات ونوطدها مع طلاب صفنا. نطلع لاستراحة ونستمر ونتابع بعد الاستراحة. Thank you.
طيب أعزائي الطلاب، نرجع نتابع بعد ما أنه إحنا بالقسم الأول قبل الاستراحة أخذنا عن درس العواز. خلينا نتابع ونشوف مع بعض. تعالوا نتابع الفيلم اللي هو عن العمل الجماعي. حاجة غريبة ممكن تشوفها بس ما تدققش فيها قدام عينينا، ولأنها آية من آيات ربنا في الكون متعودين على أننا نشوفها، حاسين أنها عادية، بس هي رسالة لازم تركز فيها. أقول لك مثال يقرب لك الموضوع. عمرك بصيت في الشمس وفكرت، طب ما سألتش نفسك قوة الشمس دي جايبها منين؟ قوة الشمس مش في حرارتها ولا في كبرها ولا حتى في قربها أو بعدها من الأرض. لما نقول شمس يعني ملايين الأشعة متحدين مع بعض إيد واحدة بيكونوا الشمس. صحيح كل شعاع منهم ليه دور، بس كل شعاع من غير التاني ولا حاجة. يعني لو شعاع واحد فكر إنه لوحده هينور الأرض، أكيد النتيجة هتبقى كده. ظلمة. قوة كل شعاع وتأثيره بيبان وسط المجموع. إيد لوحدها ما تسقفش. المجموع يعني أنا وإنت وهم وإحنا، نبقى فريق واحد بهدف واحد ورؤية واحدة في عمل واحد. في العمل الجماعي كل فرد ملتزم بدور معين ومكان معين، وده اللي بيخلي الإنتاج يزيد والصعوبات تقل. في العمل الجماعي هدفنا يبين، يعني مفيش مكان للنفسنة أو الصراع أو الأنانية أو حب السيطرة. كل الأعمال العظيمة ابتدت بفكرة من فرد، لكن ما كانتش هتبقى موجودة لو ما كانش في أيادي كتير اتحدت عليها. بالعمل الجماعي اتبنى الهرم واتحفرت القناة وانتصرنا في الحروب. مع الفريق ما تقولش أنا، إحنا هي دايماً الصيغة الصح اللي بيها الحلم يكمل وتفضل الشمس تنور. طيب كيف شفنا من الفيلم انه احنا كل واحد له تأثير، كلياتنا مع بعض بنعمل الكم الهائل او خلينا نقول التكتل الكامل، كلياتنا مع بعض بنعمل الصورة الكاملة وكل فرد له دوره. طيب تعالوا نتابع هالقصة بعد ما انه احنا تعلمنا الدروس الاولى من الأواز. خلينا نتابع هالقصة. طيب في بيتنا مسيطة، يحكى أنه في يوم من الأيام كان هناك فأر يعيش في مزرعة صغيرة مختبئا من صاحب المزرعة وزوجته. وذات يوم بينما كان يتجسس الفأر على صاحب المزرعة وزوجته وهما يفتحان صندوقا أنيقا جميلا، كان اللعاب يسير من فمه، حيث كان يتخيل أن بداخل هذا الصندوق كل ما لذ وطاب من الطعام المفضل لديه. ولكن فجأة توقف مصدوما غير قادر على الحركة، حيث لاحظ أن الزوجان يخرجان من الصندوق مصيدا للفئران. اندفع الفأر المسكين يجري في أرجاء المزرعة وهو يصرخ قائلا: لقد أحضروا لي مصيدة، يا ويلي، سوف يقتلونني ويتخلصون مني. هنا قالت له الدجاجة معترضة على كلامي: اسمع أيها الفأر، إن المصيدة هذه مشكلتك أنت، فلا تزعجنا بصياحك وصراخك هذا، وتوقف عن الجري والقفز في كل مكان. حزن الفأر من كلام الدجاجة، فذهب إلى الخروف وقال له: احذر احذر، إن في المنزل مصيدة قد أحضرها صاحب المزرعة. ضحك الخروف قائلا: أيها الجبان، طالما أنك تخاف من العقاب فلماذا تسرق وتخرب؟ ثم إنك المتضرر الوحيد من هذه المصيدة، فابتعد عنا في صمت ولا توجع رؤوسنا بصراخك وعويلك هذا. لم يجد الفأر المسكين مفرا من الاستنجاد بالبقرة، فأسرع إليها وشكى لها ما يحدث. فقالت له البقرة في سخرية واستهزاء: يا إلهي، في بيتنا مصيدة؟ من الواضح أنهم يريدون صياد الأبقار. أدرك الفأر سخرية البقرة وعرف أن عليه أن يتصرف بمفرده، فلن يساعده أحد.
واصل الفأر التجسس على المزارع حتى عرف الموضع الذي يخبئ فيه المصيدة، ثم بعدها نام قرير العين بعد أن قرر الابتعاد تماما عن مكانها. وفجأة استيقظ الفأر على صوت المصيدة وهي تنطبق على فريسة. جرى الفأر إلى مكان المصيدة فرأى ثعبانا يتلوى ويصرخ بعد أن أمسكت به المصيدة. جاءت زوجة المزارع مسرعة تظن أن المصيدة قد أمسكت بالفأر، فلدغها الثعبان وتم نقلها على الفور للمستشفى حيث تلقت العلاج، ثم عادت إلى المنزل وهي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة. ومن المعروف أن الشخص المحموم يحتاج إلى السوائل، وينصح الأطباء بتناول ما هو حساء في هذه اللحظة أو هذه الحالة. فقام المزارع بذبح الدجاجة لصنع الحساء الشهي لزوجته، ثم تدفق الأقارب والأهل والجيران للإطمئنان على حال الزوجة، فكان لابد من ذبح الخروف حتى يكرم المزارع ضيوفه. ولكن للأسف الزوجة المسكينة توفيت بعد مرور عدة أيام، وجاء المعزون بالمئات، واضطر المزارع إلى ذبح البقرة حتى يقيم لهم وليمة مناسبة. سبحان الله، الحيوان الوحيد الذي ظل على قيد الحياة في المزرعة هو الفأر الذي كان خائفا من الموت بسبب المصيدة، وكان هو الوحيد الذي استشعر الخطر وحاول النجاة والتصرف بسرعة، بينما فكرت باقي الحيوانات أن الخطر بعيدا عنهم واستخفوا منه أو به. البعض منا بيعتقد أن المشاكل اللي حواليه بتمسش فيه، بفكرش أنها ممكن تتطور هاي المشاكل وتصيبه هو. مثل النار لما هي بتبلش بجزء من حقل معين فإنه إيش بتاكل كل إشي، وهو بيكون عاجز بالوقت. حتى لو كانت المشكلة اللي بتصير معاك من حواليك تعني كاش، بس ما تخفش فيها، لأنه من الممكن إنها نتائجها تأثر عليك بالمستقبل من غير ما إنه أنت تكون إلك دخل. بس مش بس هيك، لازم إنه إحنا نحاول قديش إنه نساعد ونساهم في حل المشكلة ونكون إيجابيين. وهيك إحنا طلاب الصف، كطلاب صف وزملاء إحنا جسم واحد، يجب علينا أنه إحنا نهتم بكل التفاصيل من حولنا، يجب أنه إحنا نساعد بعضنا البعض، أنه نشعر مع كل فرد موجود معنا أنه نكمل الواحد الثاني. إحنا بالصف إخوة، إحنا بالصف كل الوقت مع بعض، مفروض أنه إحنا نهتم كل طالب بالثاني، مفروض أنه إحنا نسأل عن بعض، مفروض أنه إحنا نشوف شو أخبارنا، مفروض أنه إحنا نتابع ونحافظ على بعض ككيان واحد. فإحنا كيف كنا إحنا جسم واحد، وانه احنا معنا مفروض انه احنا نهتم بكل التفاصيل اللي موجودين مع بعض معنا، ومفروض انه احنا نكمل الواحد الثاني. تعالوا نفكر بالظروف اللي احنا بنعيش فيها اليوم. شو رايكم كيف ممكن انه احنا نحافظ على العلاقات والتكتل بيناتنا، ونحافظ على الصف كوحدة اجتماعية، رغم انه احنا انتبهوا احنا عايشين بظروف ان احنا مش عم نلتقي مع بعض، مش عم نتواصل مع بعض، يعني لقاء مع بعض بالمدرسة أو بالشارع أو كذا، إنه إحنا مفروض إنه إحنا في البيوت، المدارس معطلة، كيف لك بهاي الظروف إحنا بدنا نحافظ على الوحدة الجماعية للصف، وكيف بدنا نحافظ على التكتل بيناتنا؟ سجلوا أفكاركم واقتراحاتكم عشان نتابع مع بعض، معنا دقيقة أو نص دقيقة عشان إنه تسجلوا هاي الملاحظات. طيب، بعد ما سجلنا اقتراحاتنا كيف انه احنا ممكن نحافظ على العلاقات بيناتنا رغم انه احنا مش عم نلتقي مع بعض كطلاب صف، خلينا نتابع مع بعض هالفعالية. حتى لو ما التقينا حاليا في عدة امكانيات، بس سجلوا الملاحظات معي او سجلوا المعطيات معي عشان انتم تبلشوا تنفذوها. حتى لو انه احنا ما التقينا حاليا، في عدة امكانيات انه احنا ممكن نتواصل مع طلاب صفنا فيها. فبعطيكم عدة اقتراحات أو عدة إمكانيات إنه ممكن إنه أنتوا تباشروا فيها من اليوم. تخيل إنه أنت معك باقة بالونات، سجل بكل بالون بطاقة رسالة حلوة
أو تحية ممكن إنه أنت تقدمها لزميل ولكل زميل وزميل من طلاب صفك، ممكن ها التحية تقدمها لمرب صفك، ممكن تقدمها لمراكز التربية الاجتماعية بالمدرسة، ممكن لمدير مدرستك أو أي معلم بالمدرسة. فبهي الطريقة ممكن إنه إحنا نحافظ على التواصل بيناتنا رغم إنه إحنا ما بنلتقي، إنه إحنا كل واحد موجود في بيته. فتخيل إنه أنت تقدم رسالة اللي فيها تحية حلوة لكل شخص أو لكل طالب من طلاب صفك. طيب سجلت الملاحظات، خلينا نتابع كمان فكرة ثانية. كمان مرة حتى لو ما التقينا وحتى ما إنه هنا ما طلعنا من بيوتنا وكل واحد من بيته، ممكن أنا أتواصل مع طلاب صفي عن طريق الواتساب، وكلياتنا أكيد معانا تلفونات ومعانا مجموعات واتساب. اسأل عن طلاب صفك وعن أخبارهم، تعال إنه إحنا نفتح هيك حديث حلو معاهن، نخبرهن حدث صار معاي بالفترة الأخيرة. صح إحنا بالفترة الأخيرة عايشين بظل فيروس الكورونا وبظل الأعداد اللي يومياً إحنا بنشوف فحوصات ونشوف فحوصات مريض وتعافي وكذا، وبنشوف إنه المؤسسات مسكرة كل هاي الشغلات، لكن أكيد أكيد صار معانا إشي حلو بهاي الفترة. فكل واحد منا يسجل شغلة حلوة صارت معاه بالفترة الأخيرة ويشارك فيها طلاب صفه. مهم جدا كمان إنه حدث بتتمنوا يصير معانا بالسنة الجاي، إنه إحنا عارفين إنه إحنا بالفصل الثالث وإحنا كمان شهر أو شهر ونص بننهي السنة الدراسية، السنة الجاي بدنا نطلع على مدرسة جديدة ممكن أو صف جديد خلينا نقول أو طبقة جديدة. فسجلوا أمنية على وعسى ربنا يحقق لكم هاي الأمنيات، شو بتتمنوا يصير بالسنة القادمة. فهاي الإمكانية الثانية إنه إحنا ممكن إنه إحنا نتواصل عن طريق مجموعات الواتساب. حتى لو ما التقينا ممكن إنه إحنا نتواصل عن طريق التلفون. ارفع سماعة التلفون، اعمل محادثة مع طلاب صفك، شاركهن بإيش بتقضي أوقات فراغك. أنت موجود عندك بالبيت، عندنا كثير أوقات فراغ، صح إحنا عندنا تعلم عن بعد وصح عندنا مهمات اللي بعتونا إياها المدارس، بس عندنا أكثر وقت فراغ من الفترة العادية. بإيش أنتوا بتقضوا أوقات فراغكم؟ شاركوا بعض عشان إنه أنا أشرك طلاب صفي بإيش أنا بقضي أوقات فراغي وهن يشركوني، عشان إنه إحنا نتعلم مع بعض ونأخذ أفكار مفيدة من بعض كيف إنه إحنا ممكن نقضي أوقات فراغنا بالشكل المفيد والنافع. طيب حتى لو ما التقينا كمان هاي فكرة، لحد إسا صار عنا عدة أفكار كيف إنه إحنا ممكن إنه إحنا نتواصل مع بعض كل طلاب الصف ونحافظ على التكتل بيناتنا ونحافظ على العلاقات الطيبة بيناتنا. اعملوا لقاء افتراضي مع طلاب الصف، تطبيق الزوم كل هاتك صرتوا تعرفوه أكيد، عملتوا كثير مع المعلمين تطبيقات الزوم وكذا أو أي تطبيق آخر إنه أنتم ممكن تعرفوه. تواصل مع طلاب صفك، اسأل عنهم إذا كان حدا منهم بحاجة لمساعدة معينة، قدم له هاي المساعدة حتى لو كانت عبر تطبيق الزوم، حتى لو كان إنه مجرد إنه كلام تشجيع إن أسمعهن. تعالوا نعمل فعالية حلوة، شارك كل أولاد صفك بآخر صورة أنت أخذتها أو تصورتها بالفترة الأخيرة، وين تصورتها ومين صورك إياها. تخيلوا إنه أنت تبعت صورتك لطلاب صفك بتقول هنا هاي الصورة وين صورتها ومين صورك إياها، وكل طلاب الصف يبعتوا صور، وبالآخر ممكن إنه أنتوا تعملوا ألبوم صور للصف، ألبوم صور ديجيتالي للصف وتنشروا لبعض وتحتفظوا بأحلى لحظات أو أحلى أوقات استمتعتوا فيها لما أنتوا ما كنتوش موجودين مع بعض. فهاي كمان عنا فكرة جديدة عشان كيف إنه إحنا ممكن إنه نتواصل مع طلاب الصف. فنذكر كمان مرة إنه ممكن إنه أنا أتواصل أبعث لهم تحية معينة، ممكن إنه أنا أتواصل معهم بطريق الواتساب، ممكن إنه أنا أتواصل معهم بالتلفون، ممكن إنه أنا أتواصل معهم عن طريق اللقاء الافتراضي الزوم أو أي تطبيق آخر. عشان ننهي فعاليتنا إحنا رغم كل الظروف اللي انفرضت علينا، الحجر والانقطاع عن المدرسة والأصدقاء، كل اللي أنت بتحتاجه إنك توقف لحظة تطلع حواليك، تتلفت حواليك وتشوف انه انت مجبور تحافظ على علاقاتك، تتواصل مع طلاب صفك. شو بتستنوا من اليوم؟ بادروا بالتحية للطلاب والسؤال عن طلاب صفكو، وخلينا نشاهد المقطع بكرة نهار جديد.
صداقت كل الأبيات من قلعة ومن بالجن صح ضميرة يا إنسا بكرة اللم الحلوة تعود نزرع كل الأرض طيب كيف كنا بكرة نهار جديد بكرة اللمة ترجع من جديد ونزرع الأرض ورد وزهور بكرة بعد يومين ثلاثة بعد أسبوع أكيد رح نلتقي إحنا طلاب صفنا ورايحين نراجع كل الذكريات الحلوة بس بلاش نستنى لهاي الوقت إنه إحنا نرجع نلتقي مع بعض خلينا نبادر من اليوم وخلينا نبلش من اليوم نتواصل مع طلاب صفنا نرجع الذكريات الحلوة نتواصل نسأل عن بعض نحكي مع بعض كمان مرة في عنا كثير أفكار هاي اللي أنا عرضت لكم إياها قسم ضئيل جدا من الأفكار في عنا كثير أفكار اللي ممكن إحنا نتواصل فيها مع بعض بنرجع بنذكركم بالأشياء اللي إحنا ذكرناها بهاي الشغلة أو بهاي القسم ممكن إنه أنا أتواصل معاهن عن طريق إن أنا أرسل لهن تحية حلوة أو كلمة حلوة أو كلمة طيبة ممكن إنه أنا أتواصل معهن عن طريق الواتساب عن طريق المجموعات اللي إحنا عاملينها مع بعض نسأل عن بعض ونخبر شو إحنا عاملين وكيف بتمر علينا هاي الفترات ممكن إنه إحنا نتواصل عن طريق التلفون ونسأل كيف إحنا بدنا نعمل كيف إحنا مستمرين بالحياة كيف ممكن إنه إحنا نحافظ على كياننا كطلاب صف مع بعض ونعبر حتى عن مشاعرنا واشتياقنا وممكن كمان إنه إحنا نتواصل عن طريق اللقاءات الافتراضية عن طريق الزوم وعن طريق أي موقع أو أي تطبيق ممكن تعرفوه ما تنسوا تبادروا من إسا وتبلشوا تتواصلوا مع طلاب صفكم مهم جدا جمعوا صور وتعملوا ألبوم إلكم وإلى اللقاء في فعاليات أخرى يعطيكم العافية.